السلام عليكم. هذا فيديو لمريضة عندها عرق النساء، اللي هو يقولون بالإنجليزي شياتيكا. فالاختبار اللي نديروه طبعا بصفة عامة، لما يكون مريض عندها ألم في الظهر ففي اختبارات معينة نديرو فيها. فالاختبار اللي عنده أول نديروه اللي هو نقول للمريض يقيم رجله بصيف بصورة مستقيمة. ف can you just lift your leg up straight? Yeah, like that. Okay, that's fine. The other one, please. اوكي سو عندها صعوبه شويه، بس مازال الاختبار قاعد قاعد سلبي الاختبار، يعني ممكن الحاجه هذا الاختبار يقول لنا اذا كان فيه انزلاق غضروفي. الاختبار هذا اللي بنديره توا هذا اللي يقول لنا اذا كان فيه عرق نساء. Can you bend your knee toward your tummy? No, 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 just one at a time. Just one. One at a time, yes, okay. Lift it up like you're kicking. Lift it up, yes, okay. Slowly, just slowly. Okay, that's fine. That's fine. So ما عندهاش وجع بالجهه هذه. Okay, now just slowly, slowly, slowly. Yeah, you feel the pain. عرفت شفتي حاسة بالوجع غادي. فهذا هو اختبار معناها إيجابي في الحالة هذه للمرض عرق النساء. يعني كان مثلا هو خيط كهرباء أو شيء وأنت يعني سحبته بقوة، فالمريض يحس بوجع. وشكرا.